البس اسرع من كده ازاي بقى؟ اه عريسك اللي جاي بدري عم عادل عليا. معلش يا ماما اصلا مستعجل قوي. اعذروه. ايه ده يا دهوتي؟ شايفه بنات دلوقتي؟ شايفاهم؟ ما ازيك دوختينا الحكاية عندكم شهر ونص لحد ما عرفت اشوفك، ومن كسوفك بدات مجال القهوه على نفوخي. طيب وحياة ابوك بلاش تبدأ بقى، واتفضل قابل الراجل اللي مستنيك. اتفضل بابا. ايه نعم والنبي. نعم خليك حنين معاه. حنينك بس يعني شايفاني خارج قبله ماسك فيه لساتور؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ما تدقش معاه في حكايه المهر والشبكه والحاجات السنوية دي. نعم امال يعني عايزاه يكلمه في ايه؟ في ماتشات الكوره يا ماما. الحياه الزوجيه الحديثه عباره عن تعاون بين شخصين متفاهمين على الخطوط العريضه لتنميه المجتمع عن طريق الانجاب السليم. يعني الماديات دي كلها ملهاش اي مناسبه في حياتنا. فهمتي حاجه يا حفيظه؟ ابدا يا اخويا، ده بقى الناس بتتكلم بالفلفاسه. اسمعي فسفله. الاستاذ اللي بره قلقان خالص، راح يقدمي له حاجه ساقعه. ده شرب سبع ازاز كزازه لحد دلوقتي. يا لهوي حبيبتي. اهلا وسهلا. تفضل. عمي في الحالات اللي زي دي المفروض اقعد مشبك صوابع ايديا كده وابقى ملخوم مش عارف اتكلم. وكل شويه ابص في الارض واعمل روحي مكسوف. وبعد كده يعني اتنحنح عشان صوتي يطلع. والمفروض ان سيادتك يعني تبقى راسم نفسك وعامل بوزات بقى وحاجات من دي، مش كده؟ يا استاذ منصور في حاجات مهمه لازم. عارف عارف ميعاد الفرح انا شخصيا يناسبني الخميس اللي بعد اللي جاي، لان بعد كده انا مسافر عشان عندي شغل في الاقطار الشقيقه. اما من ناحيه الفرح انا ما احبش المصاريف الزياده والبهرجه زياده عن اللزوم، كل دي مصاريف والمعازيم تبقى عديه. أنا شخصياً من ناحيتي ماكسيمم هيكون من 8 إلى 10 معازيم. أستاذ منصور إذا سمحت. أرجوك يا عمي أنا مضطر أعتذر عن مسألة الغداء النهاردة، خليها اليوم تاني. غدا؟ حد جاب سيرة غدا؟ يبقى أكيد تقصد عشاء. حكي ما أنا عارف إن النسايب دايماً يعزموا العرسان على غدا وعشاء ويطبخوا حاجات كتير كده ملهاش لازمة ومصاريف زيادة وبهرجة عشان يبانوا إنهم متقنعرين. ما فيش الحاجات دي بيننا وبين بعض يعني، ها؟ بلاش العقد دي. عليا بت عليا. نعم يا منصور. مبروك يا بنتي عليا. انا وبابا اتفقنا على كل حاجه. صحيح. حفيظه هاني. ايوه يا ابني حماتي. مبروك عليكوا. انا هشوفكم قريب. علي يا بنتي عليا. لحقتوا تتفقوا عوان كده؟ هو انا لحقت اتكلم؟ ازاي؟ ده انا ما قلتش جمله واحده مفيده. اصل منصوري عنده قدره شديده على الارسال والاستقبال، حضرتك تقول حاجه قبل ما تقولها هو يحس بيها ويجاوب. احساس؟ هو عنده احساس خالص. اذا كان يا مرزوق زي عليا ما بتقول يبقى الشاب ده اكيد فيه شيء لله. بلاش تخريف يا حفيظه. يا اختي ده بيته مستقبل مش هزار. يا عليا بنتي انا زي كل اب في الدنيا نفسي ومنايا اشوفك سعيده متجوزه مع عريس يحبك وتحبيه، لكن دائره جوز. يا بابا انا متاكده ان هكون في منتهى السعاده مع منصوري. اشمعنى هي اللي مش هتكون سعيده يا مرزوق؟ ما اخواتهم ممدوح ومسعود عايشين في منتهى السعاده والهاله، والعيله كلها من شرقيها لغربيها بيحلفوا بحياتهم. الو 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 ردي خلي عندك دم. مين يا منى؟ هيكون مين يعني؟ واحدة مايعة وحلوة. يا سلام، وعرفت مواهبها كده بكل بساطة؟ واحدة بتكلم راجل متجوز في بيته، هتكون ايه غير كده؟ يا لطيف يا رب، وعرفت منين بقى انها بتعاكسني؟ يا سلام، عايزة ذكاء دي؟ لا مش عايزة ذكاء، انت صح. الو ايوه مين؟ اهلا 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 ازاي حضرتك؟ اه بقى حضرتك اللي طلبتي من دقيقه والخط اتقطع. لا معلش لا 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 ابدا ما فيش حاجه. نعم موجوده. اتفضلي الست والدتك.
ايوه يا ماما. ها وبعدين حصل ايه؟ باي باي يا منى انا نازل. استنى. طب يا ماما انا هطلبك بعدين، مع السلامه. لا ما حصلش حاجه، هطلبك تاني. ايه ده يا استاذ؟ في ايه تاني؟ لزومه ايه المنديل اللي بجيب الجاكيتة ده؟ ملوش لزوم. نعينه. تعينه تخليه ما تفرقش معايا. ايه لزومه ايه تزود الشياكة وتلمع نفسك بالشكل ده؟ ألمع ايه والشياكة ايه اللي زيادة؟ ما هي بدلة عادية زي بقية البدل. ورايح فين بالبدلة العادية اللي زي بقية البدل؟ يا حبيبي. رايح العيادة يا حبيبتي. وهي العيادة مش مليانة ستات يا حبيبي. ما هو عشان أبقى دكتور ناجح لازم تتملي ستات يا حبيبتي. ودمي انا يتحرق يا حبيبي مش كده؟ وبعدين يا منى في الغيره المره اللي عايشين فيها كل يوم دي. انا مش بغير، انا ست قويه وليا شخصيه. غايته ما هناك اني ما احبش اعرف انك بتكلم اي ست او بتشوف اي ست او بتقابل اي ست. وما تنساش يا استاذ ان احنا حبينا بعض وجوزنا من عياده. ما هو كمان مش معنى كده ان صاحب كل واحده تجيلي عياده. يا منى يا حبيبتي الإنسان ما بيحبش غير مرة واحدة في حياته، وبالنسبة لي المرة دي كانت حضرتك. والله العظيم حضرتك، ولا فيش غير حضرتك. وأرجوك تفهمي حضرتك إنها تخف عن حضرتي، لأن حضرتي هيفرقع بسبب حضرتك. ما تحاولش تخدر أعصابي بكلام لا يودي ولا يجيب. أنا عارفة إن الرجال عينهم فارغة وما بيرضوش بست واحدة. وما تنساش يا أستاذ اللي حصل لسناء بنت خالتي وجوزها. وهو المفروض إن أتحمل لعنة كل راجل يغلط في الدنيا؟ ثم انت ليه بتخلي حالات الجواز الفاشله قدام عينيك باستمرار لدرجه انك ما بقيتيش تشوفي غيرها؟ ما هو انا لازم اخليها قدام عينيا عشان اعمل حساب اليوم زي ده قبل فوات الاوان. بالطريقه دي عيشتنا هتبقى هباب في هباب، واخرتها كل واحد فينا هيقدم استقالته للمأذون. في حاجة غريبة البيت بتاعنا ده، كل يوم ينزل يتخانق مع مراته وينزل من غير جزمة وهي ترميها له من البلكونة. أرجوك يا دكتور طمني، أنا خايفة قوي ما بنامش. صدقيني يا ست هاني مفيش حاجة تستحق الخوف، كل الحكاية شوية تعب أعصاب زي ما بقول لك دايما. أعصاب؟ وهي الأعصاب تعمل في قلبي كده يا دكتور؟ ساعات في آلام في القلوب ما بيعرفهاش الدكاترة، لكن بيحسوا بيها اصحابها. الطب رايه غير كده. دكتور انت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه للدرجه دي؟ طبعا. مين تطول ان يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك، وغير كده انسان رقيق ودمه زي الشربعه. أشكرك على المجاملة الرقيقة دي. دي الحقيقة يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. أهلا بست هاني، لا مؤاخذة الدكتور عنده كشف. تعالى. واحد ولا واحدة؟ واحدة طبعا. كبيرة ولا صغيرة؟ حلوة ولا وحشة؟ هي معقولة يا استاني؟ ايه معقولة دي؟ اصل دي حكاية نسبية يا استاني، وانت عارفة طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحدة ست من الحاجات اللي بيعملوها في نفسهم. غريب، ده لو كان بيحكي لها ألف ليلة وليلة كان زمانه خالص. ايه ما هي دي حكاية نسبية كمان يا استاني. يوه فرقتني انت والدكتور بتاعك. استهاني استهاني. منين دي؟ مش فاكر، اكيد جات لي العياده قبل كده. انت مش فاكر وهي فاكره مش كده؟ ده شيء طبيعي يا منى، انا يوميا بكشف على 30 20 مريضه وهي بتتعامل مع دكتور واحد بس. خلينا نتفرج على رقاصه.
هتتجنن عليك. صلي على النبي واهدي. دي سابت الرئاسه بتتفرج على حضرتك. بقول لك صلي على النبي واهدي. انت هتتريق عليا؟ منى فضلكم يا اخويا انت راخر. انزل من فضلك. تبقى تقول للستات بتوعك لما تبقى معايا مراتي احترموا شعرها وما تعكسنيش. حاضر هقول لهم واحده واحده. في حاجه تاني؟ عجبك البهدله دي؟ تصرفاتك هي السبب. حاجه غريبه قوي. يكون في علمك كلمه زياده بعد كده هقوم وامشي. من فضلكم هدوء شويه، مش عايزين نتفرج. ما تتفرج يا اخي، اما شيء بارد وانا مغمي هيك. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ يلا على البيت. استناني استناني استناني، هي دقيقة كتير علشاني. استناني استن مسعود مسعود. مسعود مسعود نايم. اصحى مدام. انت مصحاش؟ ده مش صوت نايمين. انا صوتي كده ولا نايم؟ يا زوجاتي العزيزة، لكل إنسان على هذه الأرض قدرة على التحمل، قدرة على الكلام، قدرة على السهر. أنا قدراتي خلاص كلها انتهت، اعتزلت. فيها إيه لما تصحى وتعرضك حبيبتك؟ تكلمها كلمة، تكلمك كلمة، خصوصا الولاد نايمين. لازم أنام أنا كمان عشان أصحى بدري أروح المحكمة، ورايا قضايا لازم أترافع فيها. هو أنا قلت لك ما تترافعش؟ لو قعدت أكلم معاك زي ما أنت عايز.